حياكم الله مشاهدينا الأفاضل. معي الآن المتحدث الرسمي لنادي الإبل الأستاذ فوزان الماضي. حياك الله أبو حمد. هلا وسهلا فيك أخوي. أبو حمد، نعلم يعني مدى كثرة مشاغلكم، لكن لدينا سؤال يتبادر إلى ذهن الكثير. النادي خطأ خطوة قوية جدا بخصوص العبث، واستمعنا ورأينا كلنا التقرير المعد في ذلك واللي انتشر على كافة وسائل الإعلام. هل واجهت اللجان مشاكل أثناء العمل على هذا الموضوع؟ لا أبدا، الحمد لله لم يواجههم أي مشاكل. وبعض أكثر العبث ترى إذا سمع فيه مراقبة ترى يبعد عن محيط المراقبة ويبعد عن محيط المكان. الحمد لله الأسواق لم يسجل فيها، لجنة طبعا موجودة فيها على طول لمراقبتها، لجنة متكاملة معهم دكتور، أي شيء ممكن يشكون فيه ممكن معهم لجان مشكلة من الجهات الأمنية القبض على الحالة ومن ثم حالتها للجنة الطبية الرئيسية للتأكد منها. لكن الحمد لله لم يسجل ولا حالة إلى الآن. أنا أتوقع أن مجرد أن العابثين عرفوا أن السوق مراقب أبعدوا بهذا الأمر. طبعا تعرف ما رايح يقدرون يوقفون أحد إلا أحد يشكون فيه شك كبير. حين بعض الناس ممكن يشوف بعض سبالها الحلال يقول والله في عبث في عبث، العبث يبغى له تفريق ويبغى له دقة، ومن كثر ما وسوس الناس بالعبث لا يشوفوا حتى السبال الطبيعية قالوا عبث. لكن اللي يفصل في هالموضوع اللي هو اللجان الطبية والخبرة، إذا شكوا شك كبير هم يعرفون السبال الطبيعية من السبال اللي مهيب طبيعية، يعرفون اللي معبوث فيه اللي شكله مهيب طبيعي، إذا شكوا فيه يحال اللجنة الطبية اللي تتولى التحقق من الموضوع. والحمد لله لم نجد أي ممانعة حتى في الحملة الأخيرة في التفتيش على الشبوك المغلقة لم نجد أي ممانعة من أصحاب الحلال، وكان في تعاون كبير. ونتمنى أن هالموضوع أنه ينتهي، ومهما كان شف لا أحد يتوقع أن يقول السارق بذ السلطان. لا تتوقع أنك والله ممكن تحصل على نتيجة 100% من أول محارب، ولكن لو حصلنا على نتيجة كبيرة بالقضاء على هذه الآفة يعتبر إنجاز. بلا شك أبو حمد، تجربة رائدة وجميعنا نعلم التدرج في ذلك من العام الماضي حتى العام هذا اللي احنا فيه الآن، تقليل نسبة العبث، وهذا بلا شك يعود بعد فضل الله إلى جهود اللجان العاملة. يتمنى الكثير وجود مثل هذه الحملة في كافة أسواق الإبل، سوق الطوقي، سوق بريدة، سوق الأحساء، سوق مكة، الأسواق بشكل عام، لأن هذا يضمن سلامة الإبل المعروضة من العبث، وكما ذكرت ليس القضاء عليها تامة ولكن الحد منها إن شاء الله. هذه من مثل ما ذكرت في المؤتمر الآن من الخطط اللي بيعمل عليها نادي الإبل إن شاء الله، مراقبة الجميع أسواق المملكة و وضعها تحت لجان متخصصة في العبث وأشياء كثيرة، تنظيمات راح إن شاء الله تصدر في القادم وراح تسمعون عنها إن شاء الله. نشكر لك أبو حمد. العفو، شكرا، الله يسلمك.